إذاعة الديوان من صفاقس. صفاقس من المدن القلائل اللي حرمت من بحرها بفعل عديد الإشكاليات، وخاصة منها التلوث والصناعات الأسمدة الفوسفاتية في الساحل الجنوبي، ثم بفعل أنشطة هنا أيضا في الشاطئ الشمالي بفعل معمل لمبيكا أيضا لنشاط الفوسفات، أجبرت على إدارة ظهرها لشاطئها. بدأ الحلم يعود لما انطلق العمل في مشروع تبرور. جاءت الحملة وعملية التجنيد الكامل لمنظمات المجتمع المدني من أجل شيئين: الأول هو غلق معمل السياب وتنفيذ قرار غلقه الذي اتخذ سنة 2009 حتى تعود الشواطئ الجنوبية والقيام بالاستصلاحات على مستوى لدي بوليشون، يعني تنحية التلوث اللي تراكم في المنطقة هذه، ثم أيضا إعادة إحياء الشواطئ الشمالية عبر يعني فتح هذه الشواطئ. العمل انطلق وحسب التخطيط الأولي يعني كان مقرر بأن يكون لمدة 10 أيام عملية الجهر، ولكن يبدو أن يعني ما وجدناه من فضلات يأنه منها البحر يعني لمدة سنوات، يعني تقريبا سيتطلب أكثر وقت، ولكن هذا ما يعنيناش أن ما هوش بشي يخليه من عزائمنا مش نواصله، لأن نحن مقتنعون بذلك وسنعمل مهما تطلب الوقت مهما تطلب من مجهود. إلى حد الآن نترقب الدعم من السلطة الجهوية اللي وعدت بذلك، والسيد وليد صفاقس تحول إلى هذه المنطقة والتقى بعدد من مكونات المجتمع المدني لتحديد الحاجيات. حاليا يعني العمل ما زال متواصل، لكن نترقب أيضا دعم من وزارة التجهيز بآليات حتى نقوم بعملية جمع هذه الفضلات وتحويلها إلى المناطق يعني المخصصة لذلك. أنا صغير نثبت عليه بالباهي يعني المونتاليتي والحمد لله، والله كان الشاطئ يعمل 86 كيف تغزر له أبيض أزرق التربة ما نحكي لكش، اللهم صلي وسلم على سيدنا توريست أصل كانوا يكريوا البساكل من باب الجبلي ويجيوا لهنا.